شكر الله لكم. هنا سؤال من الأخت الكريمة جانا تسأل عن حكم نتف الشعر بين الحاجبين. إذا كان فوق الأنف فلا بأس به، لأن هذا ليس من الحاجبين، هو من سائر الوجه فلا حرج. أما ما يتعلق بالحاجبين فلا يجوز إلا إذا زاد الحاجب عن حالته الطبيعية بحيث يلفت أكثر الناس، يلفت نظرهم من كثرته، فهنا يجوز تحديده وإزالته بالليزر حتى يعود للوضع الطبيعي، وليس لغرض التجمل، نعم، وإنما لإزالة هذا التغير الظاهر الملفت للنظر.